السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ هنكمل مع بعض النهاردة مسائل على تطبيقات قيم العظمى والصغرى، مسائل الكتاب المدرسي من كتاب 100% يا ولاد. وصلنا للسؤال رقم 12، بيقول لي سلك طوله 34 سنتيمتر قسم إلى جزئين، ثم سني الجزء الأول على شكل مربع والثاني على شكل دائرة، أوجد طول كل جزء بحيث يكون مجموع مساحتي الشكلين أقل ما يمكن. طيب السلك طوله كله 34 سنتي، يتقسم لجزئين مربع وإيه والتاني دايرة، عملنا منه مربع ودايرة، هذا مربع وهنا الدائرة. يعني معنى الكلام إن المحيط اللي هو بيساوي 34 ده عبارة عن محيط المربع ومحيط الدايرة، ماشي مع بعض الاتنين كده. فاحنا هنفرض الأبعاد بتاعتنا يا ولاد. هنفرض مثلا هنا الدايرة طبعا نص قطرها ناقة، هنا البعد بتاع المربع لام مثلا، نفرض إن هو لام، وأنت عندك هنا المربع ما يجيبش أي حاجة تانية، يقول لك 34 قسم إلى جزئين، تني الجزء الأول على شكل مربع والثاني على شكل دائرة، أوجد بحيث يكون مجموع المساحتين أقل ما يمكن. هنفرض إن طول الجزء الأولاني مثلا س، والتاني 34 ناقص س، يعني س هفرض إن هو عبارة عن محيط الدائرة، محيط الدايرة اللي هو س بتساوي 2 باي ناق، وعندك هنا هفرض التانية اللي هي 34 ناقص ايه س، وافرض ان لام ده طول الضلع، يعني 34 ناقص س ده اللي بيساوي ايه 4 لام، لان محيط المربع بيساوي طول الضلع في ايه في 4. وهنا نقدر نطلع لام، يعني نقول ان لام بتساوي ربع في 34 ناقص س، يبقى انت كده جبت علاقة عندك اهي، وعندك س هنا بتساوي 2 باي ناق، فبالتالي المساحة بتاعتك انه عايز المساحة اكبر ممكن، فالمساحة هتساوي مساحة الدايرة باي ناق تربيع ومساحة المربع اللي هو لام تربيع. يبقى المساحة بيساوي، هنعوض بقى مكان لام بالقيمة اللي احنا جبناها، هنقول له باي ناق تربيع زائد مربع المقدار اللي عندنا، تبقى 1/16 اللي هي قيمة اللام في 34 ناقص ايه ناقص س كل تربيع. دي المساحة اللي عندنا يا ولاد. طيب احنا عندنا هنجيب بقى المشتقة الأولى، يعني باي ناق تربيع، بس ناق دي عايزين نجيبها بدالة الس برضو، فانت عندك ان الناق هنطلعها فوق بتساوي س على 2 باي، عشان تخلص من المجهول كلها تبقى معادلة في مجهول واحد ومشتقها عادي، لأن الناق هنا متغير مش ثابت في المسألة يعني. يبقى المساحة بتساوي، هنشيل بقى نص القطر ده ويكتب مكانه القيمة بتاعته اللي احنا قلنا عليها اللي هي س على 2 باي، فتبقى باي في الناق بتاعتنا اللي هي س على 2 باي لما تربع تبقى س تربيع، وهنا ايه 4 باي تربيع، خد بالك الباي ثابتة، زائد 1/16 وهنا 34 ناقص الس كل تربيع. تعالى نجيب المشتقة الأولى ونساويها بصفر عشان نجيب أكبر ما يمكن المساحة أو المساحة أقل ما يمكن حسب ما هو طالب. لازم تجيب المشتقة الأولى وتدرس عندها، شوف الس تطلع بكام. فهنا المشتقة الأولى الباي طبعا هتروح مع الباي، بقى 1/باي في 4 تبقى باي في 4 في المقام، وهنا مشتقة الس تربيع الأس ينزل نطرح منه 1 تبقى 2 س أهو، يبقى اشتقينا ده طلعت 1/باي تحت، فاهمين؟ نزلنا الأس دي برضه هتتبسط تاني تبقى نص باي 1/2 باي س، زائد هنا 1/16 ثابتة، الأس هينزل ونطرح منه 1 في مشتقة دي تبقى 2 اهيت، 34 ناقص س في المشتقة اللي عندي اللي هي بسالب 1، ميم شرطة بتساوي هنبسطها أكتر تبقى هنا نص 1/2 باي يعني س، وهنا 2 تختصر تبقى 1/8، الإشارة السالب هنا تغير تبقى دي سالب اهي، وهنا 34 ناقص س، دي المشتقة الأولى يا ولاد، يبقى هنا 1/2 باي في س، وهنا 34 ناقص الس اللي عندنا ديت لو ضربت يعني الأس نزل طرحنا منه 1 في مشتقة الدالة اللي جوه، تضرب السالب هنا يعني، وبعدين هنساوي بقى عشان نطلع قيمة الس بتاعتنا. ممكن ناخد عامل مشترك من الدالة كلها، يعني ناخد النص عامل مشترك كده، وناخد كمان ايه عندنا هنا الأس نزل طرحنا منه 1
مش مشتقة الدالة اللي جوه. طيب هنا ممكن ناخد نص بين الدالة دي والدالة اللي جنبها عامل مشترك، فيبقى واحد على باي هنا، وفي سين برضو موجودة معايا اهيت، يعني المقدار ده لما يتفك نقدر ناخد منه السين عامل مشترك، يعني نقدر ناخد من هنا سين ومن هنا سين. المهم تعال نفك المقدار ده كده الأول، نسيب دي زي ما هي الأول كده، واحد أو نص واحد على باي سين ناقص، تعال نضرب كده تبقى 34 على 8، وهنا سالب في سالب بموجب سين على 8. كل ده يا ولاد عشان نجمع السين مع بعض ونطلعها يعني من سواب بصفر. فانت عندك هنا وهنا تقدر تاخد النص عامل مشترك وكمان سين من الحدين دول، فتبقى نص اي سين، هيتبقى من هنا واحد على باي من الاولانيه، وهنا يتبقى الموجب اهو، خدنا السين بره، تبقى واحد على ايه، على 4، لان احنا خدنا الاتنين من المقام برضه عامل مشترك. تمام. في المقدار التاني اللي هو 34 على 8 ممكن تاخد برضه منه عامل مشترك. انت عندك هنا 34 المقام ديت، يعني نزلنا الأس وطرحنا منه واحد، دي واحد على 16 في 2 تبقى واحد على ايه، على 8. يعني انت عندك 34 على 8 ممكن تبسطها، تقسم بس المقام على 2 فتبقى 17 على ايه، على 4. تمام كده. المشتقة الأولى ديت سواها بصفر بقى عشان نطلع منها قيمة السين، فتبقى سين بتساوي 17 على 4 على الثابت ده في 2، نضرب في 2 بعد كده نكمل هنا، فيطلع سين معانا بيساوي المقدار ده لما يروح الناحية التانية ويتقسم على ده، يعني تبقى هنا 17 على 4 على نص في قيمة واحد على باي زائد واحد على ايه، على 4 اهي يا ولاد. يبقى السين بتساوي، نختصر كده المسألة ونبسطها، هنا تبقى يعني الباي في المقام هنا نوحد مقامنا 34، ممكن نبسطها أكتر نضرب في 2 بس ومقام ونختصر يعني، فيبقى فوق 17 على 2 وتحت واحد على باي زائد واحد على 4. نحاول نبسطها أكتر برضه يا ولاد، 17 على 2 أهي، على المقدار التاني ده هنوحد مقاماتنا تبقى 4 باي، ويبقى 4 زائد باي، بعد كده القسمة تبقى ضرب، شقلب الكسر التاني تبقى 4 باي على 4 زائد باي، نختصر تبقى س بتساوي هنا نقسم تبقى 17 باي على 4 زائد باي، دي قيمة الس اللي عندنا يا ولاد. جبنا قيمة الس، تعالوا بقى نشوف المشتقة التانية، يعني هنا المشتقة الأولى طلعت بالمقدار ده، المشتقة التانية لما نيجي نشتق ده طبعا هيبقى بصفر، ده مشتقته بصفر، يبقى 17 على ايه، 4، ده المقدار كله هو ده، هو اللي فوق يعني، ده المشتقة الأولى. فلما نيجي نشتقها فيطلع عندك نص، ماشي، وهنا ده ثابت يعني ده بصفر، يبقى المشتقة التانية ها هتساوي نص في واحد على باي زائد واحد على 4. المشتقة التانية اللي عندي موجبة أكبر من الصفر، يعني من شرطتين أكبر من ايه، من الصفر. طالما أكبر من الصفر المشتقة التانية يعني المساحة هتكون ايه، أقل ما يمكن، يبقى المساحة اللي عندنا أقل ايه يا أستاذ، أقل ما يمكن، عند س بتساوي 17 باي على باي زائد 4. فهمنا المسألة. يبقى أنت لما يقول لك قطعة من السلك اتجزأت كان طولها كله 34 سنتي، اتجزأت لدايرة ومربع، ده عبارة عن المحيط، فأنت بتفرض إن الضلع هنا لام وهنا نق، وتبقى عارف إن الأولى لو فرضت الأولانية اللي هي بسين، إن المحيط الأولاني اسمه سين، والمحيط التاني 34 ناقص سين، السين ده عبارة عن 2 باي نق، يعني نق بيساوي سين على 2 باي. والتاني ال 34 ناقص س بتساوي 4 لام، اللي هي محيط الايه، المربع، يبقى قيمة لام اللي عندك تبقى 34 ناقص س على لام. ليه بنعمل الكلام ده؟ لأن احنا عندنا المساحة عبارة عن باي نق تربيع للام. تعالى بقى نشيل النق دي ونكتبها دلالة السين، واللام دي نضيفها دلالة السين، فنق هتبقى س على 2 باي، وعندك عندك اللام هنا بتساوي ربع في 34 ناقص س. دي الفكرة بتاعت المسألة، انت خليتها في معادلة في موجب واحد، الباقي بقى سهل تشتق، تبقى عارف ان السين دي النق دي هتشيلها وتعوض عنها هي واللام يعني، اهو عشان تبقى معادله في مجهول واحد وتشتق عادي، تبقى عارف ان في اختصارات هتحصل، وتبقى عارف ان مشتقه السين تربيع ب2 س في الثابت اللي عندك، هنا الاس بينزل نطرح منه واحد بنشتقه، وبعد كده بنساوي المشتقه الاولى بصفر، وتطلع قيمه السين بقى، تفضل توحد مقاماتك وتشتغل وتصفي مسالتك وتجتهد فيها لحد ما تجيب اوسط صوره. ماشي. بعد ما جبت السين بتجيب المشتقه الثانيه هنا، ده ثابت مشتقته بصفر،
المشتقة هنا هتبقى نص في الثابت اللي هو معامل السين، يعني نص طبعا ده ثابت وده ثابت والسين اهي، يبقى مشتقة السين في المعامل بتاعها اللي هو معامل السين يعني. يبقى المساحة التانية المشتقة التانية طلعت أكبر ما يمكن، إذا المساحة تكون إيه أقل ما يمكن، طالما المشتقة طلعت إيه عدد موجب أكبر من الصفر المساحة أقل ما يمكن. شوف المسألة اللي بعدها، رقم 13 بيقول لي إذا كانت تكاليف الوقود، إذا كانت تكلفة الوقود لقاطرة تتناسب مع مربع السرعة، يعني التكاليف تتناسب مع مربع السرعة اللي هو عين تربيع. يعني معنى الكلام يا أستاذ لو ممكن نعمل علاقة تكاليف بتساوي الثابت أ مثلا في عين تربيع، حيث الأ ده إيه ثابت عندي، وكانت هذه التكاليف 25 جنيها في الساعة عندما تكون السرعة اللي هي 25 كيلومتر كل ساعة، 25 جنيه دي 25 ساعة. هنا تقدر تطلع الثابت اللي هو 25 على 25 تربيع تبقى 1 على 25، تمام. يبقى ديت قيمة الثابت، ترجع تعوض عن الثابت بقى فوق في التكاليف عشان تقول له التكاليف بتساوي، تشيل الثابت وتكتب مكانه هيبقى 1 على 25 عين تربيع، ادي التكاليف بتاعتك. بعد ما جبنا التكاليف رجع قال لك ايه تاني، كما ان هناك تكلفة اضافية تقدر بما له، تقدر ب100 جنيه. التكاليف الاضافية تقدر ب100 جنيه في الساعة بصرف النظر عن السرعة. توجد سرعة القاطرة لتكون الفعلية في الساعة الواحدة. احنا تاني يا شباب عندنا التكاليف كانت تتناسب مع مربع السرعة، التكاليف بتساوي، شيلنا علامة التناسب وقلنا يساوي أ في عين تربيع، الألف ثابتة. بيقول لي هنا التكاليف كانت 25 جنيه في الساعة عندما كانت السرعة 25، عوضنا مكان التكاليف ب25 والسرعة ب25 واختصرنا، طلعت الثابت ب1 على 25، عوضنا مكان الألف ب1 على 25، فبقت التكاليف 1 على 25 عين تربيع. عايز بعد كده تكلفة، أو عايز بعد كده سرعة القاطرة لتكون تكلفة الكيلو متر الواحد أقل ما يمكن. يبقى التكلفة الفعلية في الساعة، وقال لك في 100 جنيه إضافية هتتضاف، يبقى التكلفة الفعلية في الساعة 1 على 25 تربيع زائد 100 للتكلفة الفعلية. رجع بعد كده قال لك زي ما قلنا يا أولاد إيه، التكلفة عايز سرعة القاطرة لتكون تكلفة الكيلو متر الواحد أقل ما يمكن. يبقى تكلفة الكيلو متر الواحد هتقسم على عين، يبقى تاء بيساوي التكلفة الفعلية في الساعة على عين، لما نقسم على عين تبقى 1 على 25 عين زائد 100 على عين، دي التكلفة. تعالى بقى نجيب تاء شرطة، هنقول 1 على 25، انت خلاص جبت معادلة في مجهول واحد اهو، تقدر تشتغل عادي. هنا 1 على 100 المشتقة بتاعتها يا ولاد، نقول المقام تربيعي، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، او تقول 100 على عين دي عبارة عن 100 عين أس سالب واحد، الأس ينزل ونطرح منه واحد، تبقى هنا 100 وهنا الإشارة كانت سالبة، نطرح منها واحد تبقى سالب 2، يعني تبقى 1 على 25 ناقص 100 على عين تربيع. هنساوي التاء شرطة بصفر، يعني تبقى 100 على عين تربيع بتساوي 1 على 25، يبقى العين تربيع بتساوي 25% وبعدين نجيب الجذر، فتبقى السرعة بتساوي موجب أو سالب الجذر التربيع 25 بـ5 والـ100 بـ10، يعني الناتج هيطلع بـ50 يعني يا ولاد، السرعة موجب أو سالب 50. طيب عندما نلاحظ بقى، عندما تكون العين بتساوي رقم اللي عندي 50، أو نبحث الإشارة زي ما قلنا بتاعت التاء شرطة، في عندي قيمتين سالب 5 اللي هي التاء شرطة يا ولاد، هنا سالب 50 وهنا 50، هنا نفس ونفس وعكس، هنا معادلة تربيعية للتاء شرطة، سالب أهي وهنا سالب وهنا موجب، هتبقى أقل ما يمكن وهنا أكبر ما يمكن، أما إيه عند عين بتساوي 50 هتكون أكبر ما يمكن، تمام. وبالتالي التكلفة للكيلو متر الواحد هتبقى أقل ما يمكن عندما تكون عين بتساوي 50. تعالى بقى نعوض مكان عين ب50 عشان تجيب إيه تكلفة الكيلو متر الواحد، عوض هنا ب50 وهنا ب50، 50 على 25 فيها 2، ومية تقسم على 25 فيها 4، كل ده أو التكلفة الفعلية، عايز التكلفة الفعلية لإيه كيلو المتر واحد أقل ما يمكن. عوض بقى بعين بتاعتك في الدالة الأصلية بتاعت التكلفة، هيطلع الناتج معانا بكام؟ وبالتالي يا ولاد التكلفة للكيلو متر الواحد أقل ما يمكن عندما تكون سرعة القاطرة 50 كيلو متر كل ساعة.